السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد قيس عبد الغني خبير أسواق المال في فقرة التحليل الفني اليومية لزوج الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية اليوم الأربعاء الموافق 19 من أغسطس من العام 2020. مثل ما تلاحظون أخواني الأعزاء، نبدأ فقرة التحليل الفني اليومية على فريم الأربع ساعات لهذا الزوج، ومثل ما تحدثنا في التحليل السابق يوم الأمس عن توقعنا لتحرك السعر بشكل عرضي بالقرب من منطقة الدعم المحورية والماثلة عند مستوى سعر 7.33، فهذا المستوى منذ الأمس نلاحظ أن الأسعار تتداول بالقرب من هذا الدعم بشكل عرضي وبشكل جانبي متذبذب، ونلاحظ في الشكل الماثل أمامكم أن الأسعار لا زالت تتداول أعلى الترند لاين الصاعد الموضح باللون الأزرق، ولا زالت تتداول أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم على فريم الأربع ساعات. إذا أخواني الأعزاء، نلاحظ أن السعر يحاول أخذ العزم واستعادة الصعود بثباته أعلى مستويات 7.33، ومثل ما تحدثت سابقا لازلنا عند الأهداف المذكورة وعند الهدف الرئيسي عند مستويات 7.45 والواضح أمامكم باللون الأسود. إذا أخواني، لا زال السيناريو الصاعد هو المتوقع، وذلك لعدة أسباب فنية، أهمها التداول في قناة رئيسية صاعدة وتداولات الأسعار أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم وأعلى الترند لاين الصاعد. وأيضا أخواني الأعزاء، نلاحظ هناك تقاطعات إيجابية لمؤشر التذبذب الستوكستيك، ولكن يقف أمامه حاجز واحد وهو مستوى 50 على الستوكستيك. في حال تمكنت هذه التقاطعات الإيجابية من اختراق مستوى 50، فسوف نشاهد صعود قوي قد يصل به إلى استهداف 7.45. إذا السيناريو القائم والمرجح هو السيناريو الصاعد والذي يستهدف 7.45، ولكن شرط تحقق هذا السيناريو ثبات السعر أعلى الدعم 7.33 وأعلى الترند لاين الصاعد، وأيضا أعلى المتوسط المتحرك لمدة 55 يوم، والذي يلتحم مع هذه المنطقة القوية الماثلة عند مستوى سعر 7.33. إذا أخواني الأعزاء، في حال وجود أي استفسار يمكنكم سؤالي على حسابي في تويتر، وأعتذر عن التأخير في الرد على تعليقات اليوتيوب، ولكن أرجو منكم مراسلتي عبر حسابي على تويتر الذي سوف أضع لكم تفاصيله في صندوق الوصف، وأشكر لكم حسن المتابعة، وتقبلوا مني أطيب التحيات وفي أمان.